السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في كويزين شهرزاد، مطبخ شهرزاد. اليوم ان شاء الله جبت لكم حلوى رائعه، يعني هادو لي بسكوي كراكلان من اروع ما يكون. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش بان تيجام اي دو بارطاجي لا فيديو، هكذا باش تعمل فائده. الو نقولوا بسم الله الوصفه تاعنا ونبداو بالمقادير. الوغ واش عندي لهنا؟ عندي لهنايا 280 غرام تاع الفرينه، يعني حوالي نقدر نقولوا هذا البول تاع 280 غرام تاع الفرينه. من بعد انا زدت لها زوج مغارف كبار تاع الفرينه. عندي اوسي مغرف كبيره تاع الكاكاو بني ومغرف كبيره تاع الكاكاو اسود، وعندي زوج حبات بيض. عندي تانيك 100 غرام تاع سكر بني. نتوما تقدروا تستعملوا السكر عادي، انا كان عندي في الدار الو قدرتو. وعندي 100 مليلتر تاع الزيت، وعندي كيس تاع سكر فانيليا، وعندي كيس تاع خميره كيميائيه. الو نبداو الوصفه. حطيت لهنايا الزيت تاعي وحطيت تانيك السكر. علاش بديت بالزيت والسكر؟ باش هكذا السكر كيما نقولوا ندوبو غير بالفوي. بهذه الطريقه نتوما تقدروا تستعملوا الفوي ولا تقدروا تستعملوا الباتور، مي انا جو بريفير تاع نورمالمون لي يعرفوني المشتركات الوافيات تاعي نورمالمون يعرفوني بلي نحب نستعمل الفوي سورتو خاصه في الحلوه الجافه. ومن بعد لهنا حنحط البيض، الزوج حبات تاع البيض بيان سور يكونوا على درجه حراره المطبخ. يعني حطيت الزيت، حطيت السكر، حركت مليح، خلطت مليح بالفوي حتى كي نحس بلي هذاك السكر شويه بدا يذوب، ومن بعد نحط عليه الزوج حبات تاع البيض. لهنايا حنحط تانيك سكر فانيليا. يعني هاد الحلوه سهله بالبزاف، وصدقوني بزاف تجي بنينه ومقادير جد بسيطه كيما راكم تلاحظوا. وانا راح نديروا احلى بسكوي كراكلا، يجي بزاف بنين وان شاء الله تجربوه وتبعتوا لي تطبيقات تاعكم في كويزين شهرزاد. مون جروب فيسبوك سي كويزين شهرزاد، ابعتوا لي تطبيقات تاعكم ونقول لكم مرحبا بكم. ومرحبا بكم موسي في مون انستغرام سي شهرزاد اون كويزين، تلقاو الروابط في صندوق الوصف. لهنايا كيما راكم تلاحظوا حطيت عليهم هذيك المغرف كبيره تاع الكاكاو بني ومغرف كبيره تاع كاكاو اسود. يعني لهنايا تقدروا ديروا بني زوج مغارف كبار، ولا تقدروا ديروا الاسود، مي الاسود يجي بزاف كحل. الوغ جو بريفير دائما الخليط ما بين مغرف كبيره تاع الكاكاو بني ومغرف كبيره تاع كاكاو اسود. يعني جو بريفير هكذا باش تجينا اون بيل كولور اون ميم طون يجينا ان بون كو. فوالا لهنا نبدا نحط الفرينه. بيان سور الفرينه باش يجينا الكاطو تاعنا خفيف لازم نغربلوها، ونحط بالكميات نزيد عليها الباكي تاع خميره كيميائيه، يعني كيس تاع خميره كيميائيه كيما راكم تلاحظوا. تاني كوا تاني كربلتو ونبدا نخلط باش هكذا نلم العجينه تاعي. لهنا بديت نستعمل فوي ومن بعد نستعمل يدي. بهذه الطريقه خلطتو بهذه الطريقه. رايحه لهنايا نحي الفوي ونبدا نستعمل لافارين ونستعمل يدي بلوتو كيما راكم تلاحظوا. نخلط هكذا بيدي حتى كي نحط الفرينه بشويه، حتى كي نلمها العجينه تاعي ورايحه تكون لي تتلاصق، يعني ما لازمش نكثروا لافارين. دوك تلاحظوا القوام اللي رايح يكون. قلت لكم انا استعملت هذه الكميه تاع الفرينه اللي هي 280 غرام تاع الفرينه، زدت عليها زوج مغارف تاع الفرينه، زوج مغارف كبار تاع الفرينه. كل وحده حسب النوعيه تاع الفرينه تاعها. كما راكم تلاحظوا راني نلم بهذا الشكل حتى كي نكمل هذيك لا كونتيتي تاع لافارين. ولهنايا كيما قلت لكم راح ندير زوج مغارف كبار تاع الفرينه، يعني اون تو 320 غرام
يعني بلوسك لا فارين، هي مغرف كبيرة تاع الفارينة هي 20 غرام، يعني اون تو 320 غرام تاع الفارينة، حتى كي تحصل على واحد القوام اللي يكون يتلاصق في اليد. جامي الحلوة تاع الزيت نديروها يابسة كيما قريب زعما باغ اكزومبل الصابلي، لا لا، باش تجينا هشيشة وتجينا كيما نقولو خفيفة وماشي تقيلة، ما لازمش كترولها الفرينة، سورتو الحلوة تاع الزيت. كيما راكم تلاحظوا لهنايا، بعد ما بيان سور لميت العجينة تاعي دوكا راح نحطها، خليتها في لاتيرين كيما راكم تلاحظوا، حنغلفها بالبابي فيلم. هنخلفها بالبابي فيلم كيما راكم تلاحظوا، وحنخليها ترتاح داخل الثلاجة، يعني حنخليها ترتاح داخل الثلاجة قيس نص ساعة هكذاك باش تشدوحها، وهكذاك باش تساعدني في العملية ما تعودش تلاصق بزاف في اليد. يوم ميم طون نقولوا نقدروا نستعملوها تكون مانيابل، فوالا نقدروا نستعملوها وتسهل علينا الخدمة. شوفوا لهنايا مع الاول وزنتها 30 غرام، مي 30 غرام تفكرت باللي لا دانيير فوا اللي وزنت 30 غرام الحبة تاعي جاتني بزاف كبيرة، دونك جي بريفيري نديرها 25 غرام تاع 25 غرام تاع العجينة هكذا، ونشكلهم قاع كريات ونخليهم في البلاتو. لهنايا بعد ما خرجتها من الفريغو باش نخدمها، باش نخدم الحلوة تاعي، شعلت الفوخ تاعي على 170 درجة، فوالا. ولهنايا رحت نوزن الحبات تاعي، ولا تقدروا ديريكتومون تستعملوا ديريكتومون، عينكم هي ميزانكم، ولا مي انا جي بريفيري نوزنهم اليوم بلوس كان عندي الوقت. دي فوا ولا غنديرهم هكذا، عيني هي ميزاني ونديرهم، ويجوني كل حبة على كداها. فوالا بعد ما وزنتهم كاع كيما راكم تلاحظوا، هاي ليك الكمية اللي خرجت لي، يعني هاد الحلوة حتجينا زاكية غير بزوج حبات بيض، ويعني نص كاس تاع الزيت. شوفوا لهنايا كانت عندي شوكولاتة تاع الحليب، يعني حنقسمها. شوفوا لهنايا جي ابلاتي هذيك لابول تاعي، لهنايا جاتني بزاف كبيرة باسكو هذه نوتر مارك، حنقسمها عاود نحيتها فينالمون، وحنقسمها على زوج. هذيك الحبة هذاك الكاري تاع الشوكولا حنقسمه على زوج، نو سيلمون باش يجيني يكفيني لقاع الحلوه تاعي، يوم ميم طون شوفوا لهنايا جاتني بزاف كبيره، جي با ايمي، مي باغ كونطخ راح ندير نص حبه. حطيت نص حبه تاع الكميه، وجدت دا نوتخ كوتي حطيت فيها غامكا، يعني فيها بول تاع شوربه ولا هذاك الغامكا، حطيت فيه سكر غلاس، راح نرمد هذيك الكريات تاعي في السكر غلاس. بهذه الطريقه ونحطها ديريكتومون فوق البلاتو، يعني اذا ما عندكمش بابي كويسون تقدروا ترشوا الفرينه تاع البلاتو تاعكم بشويه فرينه، وتحطوا الحبه ديريكتومون فوق هذاك لو بلاتو. شوفوا لهنايا شكلت الكريه تاعي، طبستها شويه، حطيت عليها هذيك نص حبه تاع شوكولا، وغلقت مليح هذيك الكريه تاعي تاع الحلوه كما راكم تلاحظوا تاع البسكوي، ورمتها في سكر غلاس بهذه الطريقه. بحبيت نقول لكم لهنايا ملاحظه، بلوس حنا درنا لها لا ليفيغ شيميك باش هكذا باش تشقق لنا هذيك الكراكلا تاعنا، بسكوي كراكلا تاعنا رايح يتشقق، الوغ لازم تخلو المكان باش هكذا باش ما يتلاصقناش مع حبه مع حبه، لازم ما بين الحبه والحبه تخلو مكان فارغ باش هكذا الحبه طيب بعقلها، ايو ميم طون ما تلاصقليش مع خوتها. فوالا الوغ لهنايا جاوني هكداك قس 22 حبة، ان تخ كوم سا. شوفوا الكمية اللي جاتني بعد ما
شكلت الكريات تاعي، حطيت فيهم نص حبه شيكولا كيما راكم تلاحظوا، وعاود غلقت مليح هذيك لابول، رمتها في السكر غلاس، جو بريفير فو ريبيتي باش هكذا، ودخلتها داخل الفوق. شوفوا لهنا ملاحظه مهمه، وهي الفوق تاعكم على 180 درجه ولا 170 درجه بلوتو، خلوا الكاطو تاعكم قيس هكذاك 10 دقائق اكزاكت، يعني الفوق تاعكم راهو شاعل غير من التحت، وخلوه شعل مسبقا مسخن مسبقا على 170 درجة، خلوه 10 دقائق وهوليك القوام اللي تحصلوا عليه. شوفوا صدقوني، باسكو كان تزيدوا له فوق ال10 دقائق رايح يبس لكم الكاطو تاعكم، باسكو راهو مخدوم بالزيت. الوغ راني نعاود 10 دقائق با بلوس، والكاطو تاعكم رايح يكون كيما هذا كيما راكم تلاحظوا. هاوليك لهنايا في صحن التقديم، صدقوني بسكوي كراكلا هايل، بنين بنين بالبزاف، ومقادير جد بسيطه واقتصادي، وصدقوني حتى لو لوندوما، ويقعد لكم هكذاك طري ما ييبش، يقعد لكم حتى 15 يوم ما ييبش. ان شاء الله تسيو هذه الوصفه وان شاء الله عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنسونيش بان تي جيم دو بارطاجي لا فيديو، ونقولكم الى اللقاء من مطبخ شهرزاد، الى فيديو جديد ان شاء الله.